مهم. هذا برنامج تاع الوزارة، ونظن هذا برنامج طموح واستيراد المكسرات والخضر الجافة، راهي تدي ان بون بارتي من لي ديفيز، فهمت؟ وحنا لازمنا ومفروض علينا باش لازمنا اون سيب فونير لي بازوا ناسيونو في لي برودوي هادو اللي رانا نستعملوا فيهم ونستعملوا فيه ويستهلك فيهم الفرد الجزائري. عفوا احنا ك ك ك كنقابه وطنيه احنا نباركوا هذا المسعى تاع الوزاره، وبربي ان شاء الله رانا كما يقولها منخرطوا في البرنامج، ولازم كما يقولوا هذا البرنامج لازم جميع كما يقولها جميع يلعب الدور تاعو والموكل اليه، خاصة في كما يقولوها لي زانستيتي كما المعهد الوطني للاشجار، كما يقولها للاشجار المثمرة. نعم. وحنا نتمناو الوزارة كما يقولها في الميزانيات الجاية، هو لجميع المعاهد اللي يتولوا يعطيهم الامكانيات المادية. خاصة الامكانيات المادية. وبربي ان شاء الله راح هذا السيد سليمان ضربيين بالحديث دائما عن هذا البرنامج، برنامج غرس يعني الاشجار، اكثر من 11000 هكتار من اشجار الفواكه الجافه. هل تشوف انه هذا البرنامج سيسمح بتحسين مستوى استهلاك الفرد الجزائري لهذه الفواكه المغذيه؟ أنا تفضل سي سليمان. أنا ألو. نعم نحن في الاستماع، تفضل. شوف أنا نظن باللي راح هذا البرنامج راح يسهل ويساعد، أولا نقص الاستيراد، ثانيا استدير لا كما يقولها لا 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 راح ينقص، راح يزيد في لا راسيون تاع الفرد الجزائري، فهمتني؟ وثالثا علاه قلت لك انا لازمنا به البرنامج هذا استادير بور اتان لوبجيكتيف تاع 11000 هكتار تاع اشجار مثمره اللي قادرين غدوه تسمى رياليزيوها. احنا هذه لازم جميع، انا قلت لك الجميع يكون ينخرط في هذا البرنامج. نعطيك مثال، المجلس